مجتمع مش اسلامي يعني لازم نحافظ. الدراما العراقية في رمضان بين الترحيب والانتقاد وهموم الشارع، فهل نجحت في عرض الواقع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الرمضاني، واللي كما تعودنا أن نتناول بمواضيع اجتماعية بإطار سياسي. موضوعنا اليوم بغاية الأهمية، ورح نتناول به الدراما الرمضانية، وتعرفون حضراتكم تسعى الدراما الرمضانية لإثبات نفسها والارتقاء بها من حيث الشكل والمضمون، حيث يعرض عدد كبير من المسلسلات العراقية على مختلف القنوات، لكن عدد من النقاد والمتخصصين أشادوا بأن الدراما العراقية ما زالت تدور في الحلقة نفسها، بالتالي المتلقي العراقي يتوجه إلى الشاشات العربية والدولية. الحال في كل رمضان يشهد العراق جدل كبير حول المسلسلات التلفزيونية الدرامية اللي تعرض خلال الشهر الفضيل. على الرغم مشاهدي الأحبة من بعض المسلسلات أنها حققت على مستوى عالي نجاح ملفت، ولكنها لم تنجم الانتقاد الفني، ولربما تداخلت أيضا مع بعض البرامج التلفزيونية، وأصبح هنالك ما يدعى بالميكس وظهور الممثلين في هذه البرامج. هذه الموضوعات راح نطرحها على طاولة الجلسة الرمضانية. تتفضلون بمتابعة التقرير اللي أعدوا عن الزملاء في غرفة الحصاد، وبعدين نفتح جلستنا الرمضانية ومحاورها مع ضيوف الكرام. ماكو اختلاف بين اثنين على أهمية ودور الإعلام بكل تفاصيل الحياة، فأنت من خلال الإعلام تتخذ أحيانا قرارات تحدد حتى مصيرك بالمستقبل أو تحدد بعض خياراتك. ولهذا السبب يصبح الإعلام محرك أساسي للمجتمعات، والسلطة تحاول أن تدير جزء من مفاصلها من خلال وسائل الإعلام. وهنا لازم نتحدث عن قضيتين، القضية الأولى هي الأنماط، والقضية الثانية هي الأساليب والقوالب. خلي نبدأ من الأخير. صحيح أن الإعلام هو عبارة عن مجموعة أساليب، لكن كل أسلوب عن أسلوب تتراوح نسبة تأثيره على المجتمع حسب المتغيرات. فالأخبار والبرامج السياسية يصعد سوقها أحياناً وينزل أحياناً، حالها حال باقي القوالب. لكن أكو قوالب يجي يختصر لك هواي أمور ويكون متابع بالغالب وغير ممل، وهو الدراما. هسه خلينا نحكي بالقضية الأولى وهي أنماط الإعلام. كل وسيلة إعلامية حسب فلسفة وجودها تختار أنماط سلبية أو إيجابية من مجمل الأحداث، فيتكون مدافعة عن بعض الأمور ومهاجمة اتجاه أمور أخرى. هسه السؤال المهم هو ليش الدراما العراقية وخاصة في شهر رمضان ماخذة نمط سلبي من الوضع كله؟ واحنا كشعب شنو موقفنا من هذا القالب وشلون لازم نتعامل وياه؟ حياكم الله مشاهدي الأحبة، وباسمكم أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور جابر الجابري الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة. حياك الله. حياكم الله جابري. وكذلك أرحب بالدكتور عقيل مهدي رئيس رابطة نقاد المسرح. حياك الله دكتور، ضيفي الكريم وأهلا ومرحبا بك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الفنان والممثل الرائد الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم. حياكم الله. حياكم. وكذلك أرحب بالدكتور حسين القاصد أو القاصد، يعني ما دامك لغة عربية.
خلينا شوي على العاميات. الكاتب الاعلامي حياك الله دكتور حسين. ضيوف الكرام، قبل ان نبدا بمحاور جلستنا اسمحوا لنا ان نطلق استطلاع لاراء متابعينا في هذه الحلقه حتى يعطونا ارائهم وناخذها بنسبها المئويه في نهايه هذه الحلقه. نسالكم مشاهدي الاحبه، هل تعتقد ان الدراما العراقيه تسعى لتثبيت نفسها وتحاول ارتقاء شكلا ومضمونا؟ يا ريت الاجابه تكون على مواقع تواصلنا الاجتماعي والمواقع الرسميه، بالتالي راح ناخذ النسب المئوية في نهاية هذه الحلقة. نبدأ على بركة الله محاور جلستنا الدكتور جابر الجابري. لما نتحدث عن الأعمال الدرامية فعادة تكون بورصتها في شهر رمضان الكريم، بس بغض النظر عن ما يكون من محتوى في هذا الشهر، ولكن هكذا جرت العادة. بالتالي انه التقييم الأولي ما دام أننا في العشرة الأولى في كل سنة لربما تظهر بعض الانتقادات لمسلسلات درامية أو أعمال درامية عراقية من بعض النقاد، تنتقد أيضا من الجهات الحكومية أو لربما حتى تؤشر إزاءها بعض الملاحظات من هيئة الإعلام والاتصالات، الجهات المستقلة نعني هنا، بعض النقاد والمفكرين. في هذا الشهر الفضيل ولغاية هذا اليوم، هل كانت هنالك بعض المؤشرات، بعض الخطوط التي تم وضعها تحت عنوانات لمسلسلات واعمال دراميه وردت الى وزاره الثقافه؟ شكرا جزيلا لكم. طبعا ابدا بتحيتكم وتحيه حياكم الله اساتذتنا الساده الافاضل وكبار اعمده الادب والفن والابداع السينما والمسرح والتمثيل العراقي والدراما العراقية، وأهنئ شعبنا من خلال هذه القناة الطيبة وفي شهر رمضان، هذا الشهر الذي يجمع الأسر والعوائل والنفوس والقلوب ويعمل على صقلها باعتبار أنها دورة روحية سنوية تدخلها الأمة العربية والإسلامية والمجتمع العراقي بالذات هو ميدان حديثنا. وكان المفروض أنه بهذه الدورة الروحية التي يدخلها الشعب العراقي والمجتمع العراقي بشكل جمعي تتحرك الوسيلة الأعمق والأكثر فعلا وتأثيرا في ضمائر ووجدان وعواطف و عقول الناس، تتحرك في هذا الميدان وفي هذه الدائرة بالشكل الأفضل والأجمل والأكمل، وتقدم للمتلقي العراقي في بيته وفي أسرته باعتبار أن شهر رمضان هو مائدة مفتوحة روحية ونفسية وتجمع العائلة أكثر من بقية أيام السنة، وأكيد عيونها تكون على الشاشة، وهذه الشاشة الصغيرة التي هي سفيرة في كل بيت وفي كل عائلة ماذا تحمل وماذا تقدم، وخاصة في المجال الدرامي. الإشكالية القائمة والمزمنة أنه ما جاي تعطي لهذا البلد لهذا المجتمع ما يناسبه في التحول الذي حصل بعد 2003 على الأقل، نحن نناقش ما قبل هذا التاريخ، لكن في الوقت الذي انطلقت به الحرية الشاملة والواسعة في العطاء وفي العمل وفي التعريف والتعبير ومن خلال تجسيد الحياة العراقية والتحولات التي حصلت بعد عملية التغيير بعد سقوط الفاشية، هل كانت واضحة في تجسيد هذه الحياة العراقية؟ للأسف لم تحصل. بيئات مختلفة ومتعددة، للأسف 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 أقولها بمرارة، ليس من موقع المسؤول الرسمي في الوزارة أو في، لكن كمتلقي أنا أريد أتكلم كرب لعائلة ولأسرة مستهدفة من قبل إعلام واسع، من قبل فضائيات، من قبل أدوار مشبوهة من داخل وخارج العراق لتحطيم هذه التجربة وصعقها وسحب مفعولها من أذهان الناس. ما كان هناك عمل دفاعي حتى في حالة الدفاع، حتى في حالة الدفاع، ليس الهجوم اللي هو خير وسيلة للدفاع، حتى في حالة الدفاع عن القيم عن الآداب عن الموروث عن التقاليد عن الأعراف عن قيمة الحضارية لهذا المجتمع ماكو حقيقة، بل أكو طعن
واكو حاله من التشويه المتعمد للصوره الحاليه للعراق يعني والمجتمع العراقي، واقصد بالتحول ليس السياسي فقط، تحول اجتماعي، لانه الحريه الشخصيه والحريه العامه التي اتيحت لكل هذه المفاعيل الابداعيه والفنيه والاتحادات والمنظمات المجتمع المدني وشركات الانتاج والتوزيع والكذا والكذا الى اخره من خلال هذه الشاشه الصغيره التي هي رسوله في كل بيت وسفيره في كل بيت وامام كل اسره. هل انها استطاعت ان تستدعي التاريخ المشرق لتاريخنا الحديث على الاقل؟ هل استطاعت ان تنقل 35 سنه من القمع ومن القتل ومن مقاومه الشعب العراقي وصموده امام المحدله البعثيه التي سحقت كل شيء؟ هل استطاعت ان تنقل وقائع وتترجمها لفعل درامي يوثق لهذه الحالة صمود شعب قتاله مواجهته نضاله جهاده تضحيته فرامات اللحم البشري الأحواض التيزاب الدفن بالمقابر الجماعية؟ أنا دائما أقول حتى في دائرة السينما والمسرح ليش ما فعلت هذا الشيء؟ لكن أنا أقسم هذا الجانب إلى قسمين إذا تسمحوا لي، بأنه بالتأكيد الأساتذة يخوضون بهذا الموضوع، سياسة النص والجهة المنتجة لهذا النص، ولكن الفنان كتنشئة فنان، يعني بان كان الدكتور عقيل مهدي عميدا لكليتنا، التنشئة للفنان كان وله كلمة الفصل هو بالتأكيد. أنا ذكر في كتير الفنون الجميلة التنشئة التي كانت بأن الفنان يصنع، وخريج كلية الفنون الجميلة يكون المثقف فنيا بحيث أنه له الحرية بأين يضع صوته وصوته وأداءه وإلقاءه أين يوظفه. طيب هل أن هذه المفاهيم في التنشئة الفنية والتذوق الفني والجمالي وفلسفة الفن تغيب بعد أن يفرض النص سطوته أو يفرض المنتج ما يريده على الفنان؟ شكرا جزيلا للأساتذة الأفاضل طبعا ولحضرتك بقيادة هذا الموضوع المهم. طبعا كليات الفنون والمعاهد بشكل عام هي تراهن على موهبة المتقدم، يعني لأنه بصراحة مثلا أنا درست في بلغاريا الدكتوراه والماجستير قبلها، كان هناك 6 مراحل لقبول الطالب، فإذا بالمرحلة السادسة لم يتم قبوله وينجز هذه المرحلة ما يقبل، ويقدمون آلاف، وطبعا عندهم كثير من القدرات والطاقات وحتى المواهب، ولكنهم ما يقبل لأسباب عدة. قاعدين أساتذة يعني مصبار حقيقي لموهبته لقدراته. احنا عندنا بالكلية طبعا بعضهم يكون هو في فترة الدراسة غير معروف يعني بسيط، وإذا فجأة نشوفه مثلا يقتحم الفضائيات ويمثل بطريقة معينة، وآخر كل زين كان ولكنه الظروف يعني ما يتعين أو ما يقبل أو له أسباب معينة. فبالعكس احنا عندنا مثلا دروس عدة وعندنا أساتذة، أنا أقول لبعض منهم يعني ما عنده ديش الخبرة الميدانية، يعني مثلا ما ممثل وخلى افترض يعلمهم درس التمثيل، او ما يعرف الاخراج ويدرسهم اخراج، او عمره ما واقف امام كاميرا ولا استوديو ولا طالع فضاء خارج الاستوديو ويجي هو يوجه بطريقه يعني غير مجديه مرات. لكن بشكل عام هي لولا كليات الفنون والمعاهد وحتى عرب يعني المثقفين اللي نلتقيهم يقولون يعني انتم في العراق عندكم فنان بدرجة دكتوراه ودرجة ماجستير وهي مسألة مهمة، وعندكم مطاريح رهيبة، واحنا يعني مثلا بكلية الفنون 7 أقسام نديرها يعني 7 أقسام مهمة بالتشكيل بالموسيقى بالتربية الفنية بالخط والزخرفة بالمسرح والسينما والإذاعة كانت وياها. فهذه الأمور كلها مركبة ويرادلها فعلا حريصين، خاصة بعد غياب جيل الرواد اللي هم يعني بدأوا من البدء مثقفين وأسسوا. أنا أقول المتغير اللي صار سريع بفعل أمور عديدة يعني، واحتلال العراق وانتهاء الحكم السابق، ولكن احنا الآن علينا نبني مؤسسات
يعني أن نعيد النظر بفكرة المؤسسة، ما المطلوب منها المؤسسة، سواء يعني سواء المؤسسة سواء كانت مثلا المجتمع المدني، يعني هذا بشكل عام السياسية والمجتمعية. لكن احنا طالما نتحدث او ما دام نتحدث عن الفن، نعم، فمثلا المؤسسات الفنية، وزارة الثقافة، الجمعيات اللي بها بعد يعني فني، فيراد هؤلاء يعني حتى نقابة الفنانين، اتحاد الأدباء والكتاب، المفروض عندهم برمجة. يعني في مصر ما يجوز منتمين للنقابة بالسينما ياخذ دور مثلا في مسلسل لطيف، يعني من احنا عندنا هنا الان يغيب الكبار. يعني بس نقول لك فكرة عن المرحوم سامي عبد الحميد الاستاذ الكبير، يشكو انه ظل 7 أشهر تبطل الممثلة من مسرحية يريد يقدمها ويجيب غيرها، وايضا تبطل، وهم طبعا اهم محقات احيانا، لانه تريد تعيش، تريد تدفع اجار بيتها، تريد يعني لاسرتها تعيدها بشكل محترم. فلذلك هو عندنا نمط من التداخل، نمط من عدم اعاده البنيه الحقيقيه، بدون ان هذا احنا نشوف احيانا ما يسمى بالتكتلات. يعني هاي التكتلات تقتل. طيب. يعني المفروض الفنان المبدع ينحط بمكانه الحقيقي. طيب، خلينا نشوف هذه التكتلات وطريقتها وظلالها السلبيه لربما حسب ما تفضل دكتور عقيل. استاذنا المبدع الاستاذ محمد حسين عبد الرحيم، لما شخص يوصل الى مرحله الابداع، جيل الرواد او الجيل ما بعد الرواد، عفة النفس بالتأكيد لا تسمح له أنه يطلب من المخرج هذا أو ذاك، من شركة الإنتاج الدرامي هذه أو تلك، بأنه يأخذ دور. بالتالي هل يكون حبيس الجدران أم أن النص، يعني كما تفضل دكتور عقيل، بعض النصوص تأتي مفصلة على الممثلين الكبار، ومن ثم يكون العمل فيه عدة مستويات من الممثلين، من الرعيل الأول والجيل الثاني وصولا إلى جيل الشباب، فبالتالي تقدم سلة فاكهة للمتلقي المحلي أو الأجنبي. بالتالي هذا الموضوع لا زال حاضر عندنا، هذه الحسابات حاضرة عندنا في إنتاجنا الدرامي. في البداية تحية لشعبنا الكريم، وكل عام هم بخير وعلى بخير وعليهم الصحة والسلامة والبركة. وأنا سعيد جدا أن أكون مع هذه النخبة الجميلة الرائعة، وأبارك لحضرتك أيضا أخي الكريم. يعني حقيقة هذا أو هذه مشكلة من قديم الزمان. يعني أنا جيت وتشرفت وسعيد حظ أنه عملت مع كبار النجوم، تعلمنا منهم الالتزام، وتعلمنا منهم عدم الشكوى، وماكو جروبات. الآن مع الأسف جروبات، هاي الجروبات يعني أثرت على كثير من الممثلين. يعني هاي المجموعة فلان وفلان وفلان، هو مو دعوة أنه يدعوني فلان او فلان للعمل بالعمل الفلاني، لكن اللي يعني حزب النفس نموذج بالنسبه لي، يعني بالنسبه لكثير من الممثلين، يحس نفسه انه مبعد سواء متعمد او غير متعمد، وهذا يعني الم لكثير من الفنانين. بالتالي الجروبات، يعني ما اسف الجانب المشرق خلينا نقولها، اذا العمل بروح الفريق ولموسم وموسمين، هذا الموضوع هم بنتائج ايجابيه على اقل تقدير؟ هو اكو ايجابيات، لكن الاخرين يعني شنو ذنبهم؟ مدى على نفسي يعني. نعم. انا السنه ما عملت لانه مريت بوعكه صحيه من الشهر الرابع، المتابعين لكن اخرين يعني رغم المشاكل اللي ايضا مريت بها الاداريه والتقنيه من ناحيه الجواز وغيرها، وهذا الموضوع مؤسف بالحقيقه ويندى له الجبين. لا لا، هو الجواز للانصاف، للانصاف يعني الجواز يمكن طلع خلال 4 ساعات، ما طول الجواز يعني حقيقه. سافرت للهند، لكن أنا ألمي على الآخرين، أنه كثير من الفنانين يعني حتى ماديا يعني تعبانين جدا. طيب يعني هو من كان شاب يمثل أدوار شاب، أكبر جيبوه دور مداعي لنفسي، أكرر للمرة المئة مداعي لنفسي. يعني سأل عقيل مثلا أمامي هذا الهرم الكبير مو مجاملة، يعني عملت من شيء سنة سار أكثر من سنة، يعني ما أكثر من سنة صح. طيب ليش؟ فنيا واكاديميا ودارس الفن من جميع جوانبه، طيب ليش؟ ماشي الجروبات هي قد تكون بها ايجابيات،
لكن هاي الجروب اصلا نشوف احنا مو نقتدي لكن نشوف الاعمال المصريه مثل ما تفضل دكتور عقيل. النقابه تقول لفلان انت السنه يعني مثلت اكثر من عمل، السنه القادمه الاخرين، ويكتبون اسماء يعني بحيث انه الادوار تجي النقابه تقول هذا يرهم لهذا الدور او هذا يلوق لهذا الدور. لكن احنا عندنا مع الاسف يعني شيء مؤلم جدا يعني انه كثير من الفنانين بدون عمل. من ناحيه انه الاعمال السنه اعمال كثيره واكثر من عمل متميز، لكن هو الكم ايضا يخلق النوع. في كثير من الاعمال يعني جيده جدا وبعض الاعمال بها سلبيات كالاعمال المصريه اللي كل الناس تشوفها. يعني انا حاليا من دا شاهد اعمال مصريه اشوف اكثر من اربع اعمال متشابهه من حيث الفكره، من حيث الفكره ومن حيث الضرب السكاكين والسيوف والرشاشات والقتل وبطل الفيلم يطلع بايق لدولارات. يعني يعني مع احترامي وتقديري الكبير للفنان محمد رمضان ثلاث اعمال شفت تقريبا نفس الخط. يعني ما يكون العمل تحت عنوان الجمهور عاوز كذا وبالتالي انه سلطة الجمهور هي اللي تفرض نفسها على الاداء الدرامي. يا اخي الجمهور هو متلقي، نقدم له شيء زين يتلقى الشيء زين، نقدم له شيء الهابط يعني يباوع. والجمهور جمهورنا خاص الجمهور العراقي يعيدون الاساتذه الكرام جمهور ذكي جدا جدا جدا، يعني حتى يتدخل مو يتدخل يلاحظ تذوق جيد بالضبط، يلاحظ سلبية بالديكور سلبية بالراكور راصد جيد. احنا كان يفترض ان يكون دكتور جبار جودي نقيب الفنانين حاضر معنا في هذه الجلسات الرمضانية، ولكن عارض صحي تواجده في احدى المستشفيات مع احد الاقارب، نتمنى الشفاء العاجل. سمعت ابنه مريض؟ هو او احد اقاربه يعني الحمد لله على سلامة. البارحة اعتذرنا في ساعة الحمد لله على سلامة اقارب اتصال ذاتي ابنه يعني في الحمد لله على سلامة ان شاء الله الصحة والعافية ان شاء الله بهذا الشهر الكريم. كان جاوبنا على هذه العمل النقابي وشفنا انه ايضا النقابة راح نعرج لها بصدور بعض المذكرات والكتب الرسمية بحق مجموعة من المنتمين للنقابة. بعض الاعمال اسف المقاطعة بعض الاعمال لا يعني خرجت من نطاق الجروب الجروبات وجابت ممثلين يعني حتى شباب، وانا سعيد جدا هذه السنه انه العنصر النسوي بارز بشكل واضح. يعني كنا نشكو في السنوات الماضيه ويعدني الدكتور انه عنصر نسوي ما في عندنا يعني، لكن الان شابات موهوبات ممثلات مقتدرات هذا شيء رائع، وكذلك الشباب ايضا. تخيل ماذا اشوف من الشاشات العراقيه الكريمه انه شباب مواهب يعني ما شاء الله عليهم. نعم. لكن بعض الاعمال اللي يطغى بها طابع الشباب لربما يغيب عنها الجيل ما بعد الرواد وجيل المبدعين، وبالتالي يكون العمل ببعض الفتور خلينا نقول، لان تعود المتلقي العراقي ان يرى في الشاشه الصغيره هذه المجايله في العمل الواحد. طيب ما دام ان السلطه الدراميه كانت انتقائيه في بعض الاحيان دكتور حسين، هذا السبب هو ما دعا برأيك بعض الفنانين بأن يلتجئوا إلى التقديم والقوالب البرامجية السياسية والاجتماعية والثقافية وحتى البرامج المنوعة، بل تصل إلى مرحلة البرامج خالية المحتوى فقط هي للتنويع. وأيضا تعرج لي على قضية القوالب الإعلامية والبرامج الإعلامية عندما تستعين بممثلين قديرين ولكن يخلو هذا الموضوع من التقمص الوجداني، يعني شلون تفسر لي ضابط ولحية؟ بدءا شكرا لكم ورمضان كريم على الجميع وعليكم وعلى المشاهدين الكرام وعلى الأساتذة الأفاضل، شكرا لهذه الاستضافة. الخطاب واضح دائما، هناك الوفق أبجديات الخطاب، هناك مرسل ورسالة ومرسل إليه. الخلل أين؟ إذا كان الخلل بالمرسل إليه فالمرسل إليه تم تهيئته بالكامل لاستقبال الرسالة، تم إنضاج المرسل إليه ومهيئ بالكامل لاستقبال حتى هذا البرنامج.
لدينا وسائل التواصل الاجتماعي، كل منا بلغ انه لدينا لقاء، اذا هناك مستقبل. المرسل من؟ هنا ساخذ عن الجروبات. هناك كان مشروع في زمن السيد العبادي، مشروع دعم الدراما، مبالغ هائلة، أين ذهبت؟ أنا أسأل السيد وكيل الوزارة، أين ذهبت؟ مبالغ لم تصرف، وإذا صرفت فأين المنجز؟ أما الرسالة فرسالة يتحملها صاحب الرسالة، المرسل الذي يريدك أن تذهب إلى المكان، إلى المكان هذا، ولا تذهب إلى المكان ذاك، تذهب بهذا الاتجاه ولا تذهب بهذا الاتجاه، تقيم حفلة رقص في الجامعة ولا وأنت ترتدي القبعة التخرج. هذا ما مسؤولية المرسل. إذا كان المرسل ظهر بشخصه ودمه ولحمه بخطاب هابط، وكلنا نتذكر الحادث المشهور التي صارت حديث الشارع، وهو على هرم في الثقافة. فإذا كان هذا المرسل بهذا الخطاب، كيف تتوقع أن تكون الرسالة؟ إذا كنا نستكثر أن يكون الممثل يأتي بكلمة هابطة، طيب هي جاءت الكلمة الهابطة على لسان وزير؟ نحن نحاسب المقدم ونحاسب الفنان ونحاسب كذا، ولم نسائل ولم نشكل لجنة على من يترأس الخطاب الثقافي ويتلفظ بألفاظ تسيء للمجتمع العراقي وتسيء لموظف وتسيء لعائلة ولأسرة. أكو عوامل مشتركة دكتور بين الفنان والإعلامي، بحيث أنه وكل كله خطاب. بالمناسبة العوامل المشتركة، الدليل أن وزير الثقافة هو الناطق الإعلامي باسم الحكومة، فهل تريد عامل أكثر من هذا؟ العوامل المشتركة الآن في جو رمضاني، وكلنا نتابع أن المطاعم أو بتوجيه صدر من وزارة الثقافة تغلق المطاعم، توقف النشاطات الثقافية كذا كذا كذا، وإذا بنا نصدم بتوجيه بكتاب صادر عن الثقافة أيضا أن الشارع المتنبي القشلة تحديدا تقيم حفلات بعد رمضان بعد الفطور، ما عدا من باب الدراسة. الآن تغلق الجلسات الثقافية كذا ونقيم حفلات في شارع أقدس شارع ثقافي، أقدس شارع ثقافي، وحفلات وتتضمن موسيقى وكذا، والكتاب واضح والقبر واضح موجود في موقع الوزارة. هذه الإدارة التي وصلت إلى هذا المستوى من الخطاب، طبيعي أن يتولد خطاب تلفزيوني أو خطاب درامي في ظل إدارة لا تتحرج من هذا الشيء. أما على المستوى الدرامي فقلت في البداية الدعم توفر على حساب قوة المواطن، عشنا حياة تقشف في زمن العبادي، لكن في ظل حياة التقشف وصلت أموال كبيرة، والسيد الجابر يدري لدعم الثقافة أين هي الأموال. إذا وصلت، إذا دفعت هذه الأموال لهذه البرامج، إذا نطالب باستعادتها، نطالب باستعادة كرامتنا على الأقل. دكتور حسين، دعنا نذهب إلى لغة الأرقام والإحصائيات عبر التقرير الإنفوغرافيك اللي قدمه لنا الزميل كرار محسن. نتابع مشاهدين الأحبة من ثم نكمل جلستنا رمضانية. الأسر العراقية باتت تنتظر شهر رمضان من كل سنة لمشاهدة الدراما العراقية، حيث يعرض أكثر من 20 عملا دراميا، خصوصا الأعمال الفنية والتي تلامس واقعهم منها الاجتماعية والسياسية، في ظل وقت يعيشه العراقيون مشحون بالتوتر والامتعاض من ساسة البلد، وتعرض على أكثر من 10 قنوات
فضائية والتي تبث على مختلف الفضائيات، إذ أصبحت حاضرة في كل البيوتات عبر شاشة التلفاز أو الإنترنت وفي مختلف الأوقات، لما لها من تأثير كبير على نفوسهم. وعادة تظهر الأعمال بعد الإفطار مباشرة إلى وقت السحر. أما فنيا فقد سعت الدراما العراقية إلى التطور شيئا فشيئا، خصوصا في بلد مثل العراق لا يكاد أن يمر يوما واحدا من غير أحداث وتطورات، حتى أضحت تبث الدراما رسائل الانتعاض من الحكومة العراقية وتتحدث بلسان حال كل مواطن يثأر من الذل أو ينتفض، وتتحدث عادة من أعمال بعد عام 2014. فبين قضاء الوقت والمتعة وملامسة الواقع ينشد المشاهد إلى مختلف الأعمال الفنية الرمضانية، وترتفع أعداد المشاهدات إلى الآلاف ما بين مؤيد ومنتقد. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة بالجزء الثاني من جلستنا الرمضانية، وأجد ترحاب بضيوف الأكارم، حياكم الله ومساكم الله بالخير. دكتور جابر الجابر يتحدث عن ما تحدث عنه الدكتور حسين القاصد بأن هنالك رعاية حكومية للأعمال الدرامية، ولكن نجد على سبيل المثال أننا بقرب من مسرح الرشيد ولربما احدى شركات الهاتف النقال هي من اعادت بناء او تاهيله، وكان سابقا ايضا اذا ما تحدثنا عن حتى قناه الحضاره التي من المفترض ان يعاد ترميمها ايضا ما شفناها حاضره في هذا المشهد الثقافي. ليش نشوف انه دائما الحلقه الاضعف هو الفن والثقافه في نظر الحكومات؟ يعني أنا كنت أتمنى أنه الدكتور حسين يبدو لي أدى بعض كلام لم يقله بالمحور اللي تناوله، إن شاء الله راح يرجع لمرة ثانية ويقول إذا يريدني أنا أقول عنه ما أدى بعض يقول بعد هو أدنى أهم يقولون لقلب الضيف يقرأ المعزب، فهو من باب التلميح أيضا حضرتك عرفت الأمثلة وما لم يقله لحد الآن. بالحقيقة يعني المؤسسة الرسمية قد تكون هي عنصر هدم للثقافة العراقية أكثر من عنصر بناء. أنا أقول هذا الكلام ومسؤول أمام الله والتاريخ وأمام القانون، لأنه لما تهمل الدولة بشكل عام بكل مؤسساتها الحكومية والتشريعية والقضائية والقانونية والآخر، لما تهمل الجناح الثقافي الذي يجب أن تحلق به، يعني جناحين عملية سياسية وعملية ثقافية لازم تحلق بهذا الجناحين، لما تحلق بجناح واحد أكيد تسقط، وسقطت الحمد لله سقوطا مدويا فشل متواصل لسبب إهمال واحتقار الثقافة والمثقف والفنان والمبدع والعملية الثقافية. أنا هذا الكلام أكرره دائما إلى أن صار تسبيح على لسان، يعني صار أقرب للتسبيح منه إلى النقد البناء طبعا ليس البناء. اليوم دكتور حسين أشار إلى حقبة زمنية وهي لا نتحرج من ذكرها، حكومة السيد العبادي عندما دعم الدراما، لكنه في نفس الوقت أصدر قرارا بإيقاف عمل الفضائيات والإذاعات الحكومية، قناة الحضارة، قناة الجامعية، وهذا وإحنا كنا في حرب داعش، ومن المعلوم بأنه هذه القوى الناعمة هي أفعال سرق من الطائرات، نعم، وسطول من الدبابات، أخطر بكثير وهي تنزل إلى أعماق وإلى العقل الباطن وإلى اللاوعي، إلى منطقة اللاوعي في كل مواطن في كل فرد في كل إنسان وتتحكم في دخله. هذا أخطر شيء، يعني القضية مو جديدة، يعني حتى في زمن الرسول لما كان يقول للشاعر حسان بن ثابت إن شعرك عليهم أشد من وقع النبل، يعني كان المقاتلين وحملة السيوف والرماح يتصدون ويقتلون ويجرحون ويؤسرون وكذا وكذا، لكن خص حسان بن ثابت لما قال له روح القدس معك، خص الشاعر والناطق والمتحدث بالضمير والوجدان والعاطفة اللي هي المهددة دائما هي القناعات. لذلك أنا ما أريد أدخل إلى التفاصيل، صحيح القضية الدراما العراقية دعمت ورصدت لها مبالغ، أين ذهبت الأمور؟ لكنها تسربت في من ثقوب الجدران حقيقة المعرفة والرحمة،
أنا شخصيا لا يطلعوني على 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 التخصيصات المالية. كل جدران بيثقوا كلها مثقبة. هو عفوا يعني كل جدران ما يثقوا. والله حاولنا يا أخي، حاولنا الآن طلعونا من الوزارة بعد شو نسوي يعني أكثر من هذا. ضحيت يعني ضحيت بالغالي والنفيس يعني كل، وتحديت وكل أمري تحدي يعني بوزارة الثقافة كله صراع. ليش؟ لأنه ما جابوا وزير للثقافة يحمل هذا الهم ويحمل هذا المشروع والخطاب والخطة المناسبة لثقافة العراق ووعيه ورسالته الثقافية. ما جابوا. لعله في بداية انطلاقة الوزارة زي ذكر الدكتور عقيل في مؤتمر، وأيضا الدكتور حسين والأستاذ محمد كلكم تتذكرون مؤتمر المثقفين الذي عقد وتوزع على 14 ورشة، وكل ورشة قدمت تصوراتها وأفكارها ووضعت خطة تنفيذية للوزارة. الوزارة وضعت لها خطة تنفيذية، لكن طبعا تغير الحكومات وكذا، بعدين سلمت الوزارة بقبضها وقبضيها إلى أسعد الهاشمي ومنها لا، وتنقلت بين الأيدي لأن وصلت إلى وزيرنا الحالي للأسف، اللي مثل ما يشير الدكتور حسين أنه بدل ما تضع خطة رمضانية وزارة الثقافة، وأنا أقول لك يعني بصراحة وعلى الفضاء أنه هذه الوزارة ترعى حتى الحركة المثلية في العراق. عجيب، شلون دكتور؟ يعني هذه منظمة أمل أو ما أعرف يسموها الأمل أو الآن، وأحد المسؤولين الكبار في الوزارة يعني اللي معروفة هويتها وانطلاقتها ومعروف انتمائها ومشروعها وعملها اللي تقوم به، للأسف أنها أحد مسؤوليها الكبار يقول أنا من 17 سنة أنا منتمي إلى هذه المنظمة اللي هي مشبوه، وجاء يفتح أبواب الوزارة لها وعلى مرأة ومسمع من السيد الوزير وندواتهم المفتوحة وخلواتهم الدرزية مثل ما يقولون وحفلاتهم، وبعدين انتهاك لحرمة شهر رمضان. يعني احنا في هذا الشهر له قدسية، حتى في زمن اللي انا تكلمت انه من 35 سنة كانت اكو تقاليد للدولة واكو حرمة لها وكذا، صحيح قمع وقسوة وكتكميم الأفواه وعقوبات قاسية وكذا، لكنه أكو شهر رمضان، أكو شيء اسمه شهر رمضان. الآن يعني مثل ما تفضل الدكتور حسين، يعني لما نقول أنه إذا كان رب البيت بالدفي ناقرا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، يعني إذا هو يتكلم بالألفاظ النابية وإذا هو يتكلم بالفياقرة وإذا هو يتكلم بال ويستهين بجوع الموظف والفنان والمبدع. وبعدين يعني احنا كذلك نسأل يعني ليش الشركات النقال هي اللي ترمم وهي اللي تبني، ولا ليش وين واردات السياحة وراحت هذه المليارات؟ ماكو خير من الله قاعد تدور على الوزارة وين تروح؟ ومسمى مسرح الرشيد ليس بالشيء الهين واليسير. طيب دكتور اسمي لذلك انا اقول المؤسسة الرسمية حتى هذه اللحظة للأسف، وانا اقولها يعني على رؤوس الأشهاد، انها وزارة هادمة للثقافة وليس بانية ولا راعية لها. طيب دكتور عقيل، يعني من خلال تسلسل الزمني بالأعمال الدرامية كانت تستهدف البنية المجتمعية، الشخصية العشائرية، الرمز الديني، الرمز الاجتماعي. اليوم وصلنا لما تفضل به الدكتور الجابري. على سبيل المثال نأخذ نستعير المثل من شبكة نتفليكس، حسب الرصد والتحليل بأنه لا تقبل أي عمل يعني درامي أو سينمائي إن لم يكن فيه مشاهد تحرض وتحث على المثلية. بالتالي اليوم إحنا راح نوصل أو وصلنا على هذه الأعتاب اللي راح نشوفها في أعمالنا الدرامية، أيضا تحريض وكذا للاختراق حتى خصوصية الفرد العراقي وليس خصوصية البنية المجتمعية. يعني سؤال وجيه وحقيقي، لأنه بصراحة يعني حتى إحنا عندما نقارن أعمالنا بأعمال أخرى حتى المصرية والعربية بشكل عام والأجنبية خاصة التركية لما تترجم بطريقة معينة وتدبلج، بصراحة كلها عبارة عن تهديم ضمني. وللأسف هذا الانهيار وصل حتى لأعمالنا العراقية، بحيث يعني الطفل ينبغي أن تكون لها حرمة، المرأة لها حرمة، نوعا من الانتهاك، لأنه ما يفهمون شنو دور الكوميديا ودور التراجيديا.
لانه دني العملي عندما انت تفرغها من يعني الدلاله مالتها الحقيقيه من البنيه مالتها تكون مترهله من يكون الشذوذ اهم من العفه والنظافه والنبل وانت فرحان لانه تصير ضحكه قشريه يعني انا كثير من المسلسلات اشوفها قشور بدون بذور تشوف انت يعني شلون الحنطه الكبيره ولكن تجي تلقيها خاليه من اللب وخاليه من الطعم وخاليه من النكهه ولهذا نشوف احنا كثير من الروتين كثير من الكلائشيه كثير من التكرار السيء يعني اللي احنا نسميه مقرف ومكرور بطريقه غير منطقيه بالمشاهد نفسها بنفس المسلسل نفسه بنفس الاسئله حتى ببرامج لقاء مع ضيف معين تشوف انت تتكرر نفس اللعبه اللي باتت مقرفه من اول حلقه فكيف ما نصير 30 حلقه و20 حلقه وعلى سنوات يعني وين الابداع؟ وين الدهشه؟ وين الايحاء؟ يعني الحدس وين بالمسلسل؟ وين السلسله المترابطه حتى توصلنا الى هدف اعلى ينطي قيمه للمتفرج بحيث احنا بنشوف المسلسل مثل ما كانوا الجديه في المسلسلات العراقيه القديمه، الجديه في المسلسلات المصريه بحبكه بتمثيل بصرف حقيقي لا نص المبلغ يروح للمنتج مثلا يجوز هيك بعضهم لان يجيب مثلا معارفه واصدقاء اللي ينطيه هو الدور الاساسي هو ما يليق بالموضوع او المنتج مثلا هو يفرض ممثله من الدرجه 200 تحت الصفر يعطيها بطوله وذيك الجيده يعطيها دور هامشي واحنا نشوف الان اللعبه يعني وكانها فعلا تحسسك بالقرف احنا ينبغي على المنظومه الاخلاقيه نركز عليها بشكل حقيقي الامور الشاذه هاي لازم نخليها مليون علامه استفهام عليها لانه بصراحه هاي راح تهدم البنيه الاجتماعيه المستقبليه احنا اذا ماكو قيم حقيقيه ماكو قيم خلقيه جميله ماكو هذا الالتزام بالبناء صح احنا ممكن ان يتصدر احيانا شيء غير منطقي ولكن يتهافت من خلال الحلقات اللي راح نقدمها راح نقول انه هناك بدائل راح نحرض المتفرج على ان هو يبحث عن بديل حقيقي في حياته وطبعا انا ما افضل ان نقول الفن ينقل الواقع الفن مو ينقل الواقع انما ينقل رؤيه للواقع وهي الرؤيه ينبغي ان تكون ناضجه لان اذا نقلنا الواقع استنساخ صار وصار نمط نثري والمفروض يعالج المسكوت عنه في الواقع وبطريقه ايحائيه نبيله يعني احنا الان نشوف حزن متراكم بطريقه تنفر الدنيا يعني وضحك ابله ومجاني وزعيق لا معنى له بحجه الكوميديا وانت شوف يعني للاسف مثل ما تفضلت البعض هو على بينه وعنده خبره وصاحب شهاده ولكن ينزل لهالمنزلق البسيط رغم انه احنا ما نكلف الممثل على اعتباره مؤدي ويلعب دور وهي هم تبرير هذه لانه الممثل المفروض الممثل يعني هو الممثل لازم عنده خيار عنده اراده عنده ذاكره عنده خبره ذاكرة دكتور عقيل تسمح لي ذكرتنا بهاي القضية سلسلة طويلة من استراحة الظهيرة نذكرها لأستاذنا المبدع محمد حسين عبد الرحيم اللي رسخ بها الكثير من المفاهيم الأسرية والعائلية والعفة والنزاهة والصدق وإلى آخره من هذه التفاصيل طيب اليوم راح نشوف هذه البرامج اللي بها نكهة درامية انه مبنية على الاستخفاف حتى بمشاعر الزوج والزوجة تقمص بعض الأدوار والله زوجي راح يتزوج وهاي زوجته واقفة والله تعال شم برقبة النسوان وشوف يا هي مرتك منهم يعني مسائل مقززة وتخدش الحياة مبتذلة ومبتذلة وبالتالي ما الجدوى منها يعني ما نريد نوصل بالمجتمع لما تكون هكذا مبثوثات وفي هذا الشهر بالذات فلشنا البنية الاجتماعية وحكينا على الشيوخ والعشائر وغيرها فلشنا البنيات بين المحافظات وصلنا للبنية الشخص نفسه أستاذ محمد أستاذ الكريم هو سؤال إذا تسمح لي من يكون الرقيب على هذه القنوات من هو الرقيب ما في رقيب يعني قد تكون مثلا قناة العراقية نوعا ما قناة الرسمية للدولة تحيطها بعض الرقابة أنه هذا ممنوع هذا غير ممنوع لكن بعض القنوات ما أعمم
لا بشكل يعني نعم حرية وديمقراطية لكن مو بهذا الشكل. يعني لما أنت تطلع لي مشهد كوميدي مترهل، مشهد كوميدي تسخر من الزوجة أو من الزوج أو تعال، أنا ما أريد أخصص حتى لا يقولوا أنه متعمد جرح بعض البرامج. يعني بعض البرامج باهتة جدا يعني بحيث أنه حتى المشاهد هم يتصورون البعض من هذه البرامج. يعني على سبيل المثال ما أريد أخصص أي حلقة من حلقات مثلا الكاميرا الخفية. الكاميرا الخفية صارت يعني بشكل يعني عذرا ما أريد أقول مقرف بس راح أقوله مقرف، بأنه أنت يعني تصور يخابرون بعض الفنانين قالوا فلان نعم تشرفني عندنا كاميرا خفية. شلون كاميرا خفية؟ شلون كاميرا خفية؟ إذا بتقول لي كاميرا خفية يعني يردون من فلان أنه ممثل حدث الكاميرا الخفية. إذا كان هذا الفلان باسم اعتباري كبير ورمز من رموز الفن العراقي فهو لا يليق بالكاميرا الخفية، وإذا كان التركيز على درجة 200 مثل ما تفضل دكتور عقيل وتحت الصفر فهنا راح نروح للغرائزية والإثارات والإيحاءات غير الأخلاقية، بالتالي أنه نريد نوصل مجتمعنا. أنا أقول لازم يكون رقيب. قد تقول لي بني ديمقراطية يعني كيف يكون الرقيب؟ ما أعرف. يعني هو مو رقيب إنه تجي تخنقني. يعني أنا يعني أطلب يعني وأتمنى إنه على سبيل مثل هيئة الاتصالات إنه من نشوف هذا العمل الحلقة الأولى والثانية يعني تنبه، ما تقدر توقف لكن تنبه إنه يا هذا العمل السنة عمل هابط، عمل سيء للعائلة العراقية، لكن ما شفنا أي رقابة على أي عمل. هذا لا يعني انه لا يوجد اعمال جيده، لا اكو اعمال جيده، لكن انا اتمنى انه قبل ما تكون رقابه رسميه او يعني شبه رسميه القناه او الجهه المنتجه تكون رقابه على نفسها. لكن يتصور البعض انه هكذا برامج او هكذا مسلسلات بها نوع من الابتذال، يعني المفروض يكون رقيب نفسه. وانت وين تريد توصل؟ يعني هل تتحقق مشاهده؟ طب هي مشاهده هسه اي خبر بالسوشيال ميديا تجيب لك ملايين المتابعين وملايين اللايكات، لكن هذا تلفزيون مشاهد عائله كريمه محافظه قاعده تشاهد تشوف يعني 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 قبل تشوف حتى المطربين مثلا تشوف اغاني القديمه ممنوع تلزم ايد. هاي بعدين تطورت الامور انه المطرب يجيب عفوا فتيات ترقص، لا ترقص بشكل مهذب. بس يا اخي تعال شوف البرامج العربيه والاغاني حتى الاغاني العراقيه يعني مع الاسف اذا مو لبس هنا واسف اسف يعني اسف من هذا الشهر الفضيل يا اساتذه الكرام انه بشكل يعني يعني ما بدي اقول افلام كذا لكن هي واضحه. اتمنى ان يكون هناك رقيب، لكن كيف يكون هذا الرقيب وكيف يكون الرقيب ما يقيدني بحيث انه احترم العائله العراقيه. هاي دور الرقابه دكتور حسين اللي يشير للاستاذ محمد حسين عبد الرحيم لربما اشار الى نظريه حارس البوابه ضمنا بان يكون الشخص هو رقيب على نفسه او المعيد او المخرج او الجهه كسياسه تحريريه عندها. وايضا الرقابه القبليه لربما اختصاص رقابه الفنانين في العام الماضي رمضان الماضي استضافينا الدكتور جبار جودي طيب الذكر وتكلم عن الرقابة القبلية بالاطلاع على النصوص الأعمال الدرامية وغيرها ترخص للتمثيل. الرقابة البعدية قائمة بها هيئة الإعلام والاتصالات والكل يصدر بيانات وانتقادات وعقوبات. نقابة الفنانين أصدرت بحق فنانتين يعني إيقاف عن العمل لمدة 3 أشهر. هيئة الإعلام والاتصالات اطلعنا على كثير من بياناتها اللي صدرت في هذا الموسم الرمضاني. بالتالي هذه الأدوار الرقابية هل هي كافية؟ هنالك جهات يجب أن تكون رقيبة؟ عطفا على ما بدأت به وكنت أود أن أستوصل، مثلما لا يحق لشخص أن يصلي في حانة ولا يجوز، ولا يحق لأي شخص أن يسكر في جامع، أيضا لا يحق لأي شخص أن يرقص في شارع المتنبي. شائع المتنبي له قداسة، كنت أتحدث عن شائع المتنبي. لديك حفلات
لديك نشاط ثقافي، الموسيقى نشاط ثقافي كذا، أقمها في المسرح الوطني وهذا مكانه. أقمها في جزيرة بغداد السياحية وهذا مكانها. وأنت حر في ذلك. لن لماذا هذا الانتهاك لحرمة الشاعر المتنبي؟ أنا أطالب من هذا المنبر بفصل القشلة عن شاعر المتنبي لأنها قسم الظهر المتنبي. صدقني يذهبون للنزهة ولا أحد يشتري كتابا، واسأل أصحاب دول النشر. هذا واحد. الشيء الثاني، مصر خرجت من حرب وأسطرت تلك الحرب، رأينا رأفة الهجان، رأينا نادي الجندي، رأينا كذا. قل بربك، لن أسألك عن أبو تحسين حتى لا يقال أن أنني ذهبت في اتجاه الحشد العميد النداوي، ولن أسألك عن علي وشم وهو شاعر وشاعر وطالب. سأسألك عن مصطفى العذاري الذي علق على الجندي في وزارة والذي ولا نذهب لحادثة المطار ولا سأسألك عن جندي عراقي صفق لذبحه وله سيرة، والصديق العزيز بشير الماجد سجل فيلما وثائقيا عنه، لكن ألا يستحق من استشهد أبوه في الانتفاضة الشعبانية واستشهد هو في حرب داعش، واستشهد الأخ الأصغر في أيام تشرين، وبقية الأم، هذه الأم هل هي شابة؟ هي أكيد بعمر الفنانات الكبار. ألا تستحق مسلسلا هي وابنها الطفل وذاك؟ حياتنا حافلة بالدراما الحقيقية الموجعة. متى نوثق أحداثنا؟ متى نوثق سبي الإزيديات لنذهب إلى الوجع الحقيقي الذي هو مسؤولية العراقيين؟ كلهم سبي الإزيديات مسؤولية العراق. كلنا نشعر بالخجل لأن حادثة سبي الإزيديات حدثت في زماننا. سبي الإزيديات ألا يستحق مسلسلا مطولا؟ عبارة الموصل ألا تستحق مسلسلا أسوة بتايتانيك؟ هذا كله تركناه وذهبنا نرقص ونغني. أرقص، أنا لا مانع لدي، لكن ليس بهذا الابتذال. يبدو أن هناك توجيها لأعمال معينة بأن تذهب بهذا الاتجاه. طيب دكتور، اسمح لي أنه نتحدث عن كما هو الحال. عفوا ساعدني على المقدم واللحية. طيب ماذا لو كان ماذا لو كان الصديق الزميل أحمد الملا طلال لو استعان بخطاب وزير الدفاع نفسه حين قال أسوقك سوق غصبا عليك وتروح تستشهد وانت ممنون؟ أطلع هذا الخطاب وأتحدث عنه. تحدثنا في أولى حلقات هذا البرنامج عما قاله وزير الداخلية بأنه نص الشعب يتعاطوا المخدرات، وكان بنهاية الحلقة أكو بيان أو تصحيح لهذا الرأي بأنه نص المقبوض عليهم من المتعاطين المخدرات هم 50% منهم شباب. كان تصحيح لهذا المفهوم، يعني هو الإعلام دوره دور إيضاح ورجاء. طيب لماذا تأتي بفنان يمثل دور عسكري؟ عشرات القادة تمت إقالتهم، استعن بأحد القادة العسكريين واجلبه شاهدا. هنا وقع في المطب أدان نفسه أحمد بن طلال، مع أنه الجهة تستحق الانتقاد والانتقاد طبيعي، لكن هنا وقع في المطب. جئت بممثل مثل، أنت لست في مسلسل ولست في فيلم وثائقي. ما سألتك عن القوالب الإعلامية، تتحمل وجود لا تتحمل من مشاهد تمثيلية حية أو شو نسمي هذا سابق قالب جديد. لو كان الممثل مع ممثل آخر مشترك
لا يأتي ضيف بصفة عميل أو كذا، يأتي مشهد تمثيلي ويعرض ويعلق عليه المقدم، هنا يستقيم الحال. لكن أن أأتي بشخص آسف وأقول بصفتك الأستاذ جابر الجابري، ما يصير. جابر الجابري موجود أحشوية. يعني هذا الجدل الكبير اللي ربما أيضا كان واضح في المسلسلات الدرامية العراقية مشاهدي الأحبة، كما هو الحال في كل رمضان يشهد العراق جدل كبير حول المسلسلات التلفزيونية والدرامية منها أكيد، واللي تعرض خلال الشهر الفضيل. إذ على الرغم من أن بعض المسلسلات حققت نجاح ملفت، إلا أنها لم تنج من الانتقادات الفنية والموضوعية. بالمحور الأخير راح نتحدث باختصار شديد عن واقع الدراما العراقية وموجة الانتقادات اللي رافقتها، لكنه تمهيدا لهذا الموضوع نتابع التقرير اللي يعدوا أن الزملاء في غرفة الحصاد، ومن ثم نرجع في الجزء الختامي. تشرف رديفة وهي امرأة متقاعدة على الانتهاء من استكمال مستلزمات العمل المنزلي الخاص بشهر رمضان المبارك لهذا اليوم، بعد انتهائها من تحضيرات الزينة لما تقول عنها إنها تضفي البهجة للمنزل. تكافئ رديفة نفسها لقاء هذا الجهد بساعات تهم فيها بمتابعة بعض من الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات المحلية والعربية، لكنها تتفاجأ بالإسفاف وسطحية العمل. بيها نقاط مو أقول كلها مو جيدة، قسم جيدة وقسم لا سيئة. مجتمع إسلامي يعني لازم نحافظ. ترى رديفة بأن المسلسلات التلفزيونية في السابق كانت تعكس واقعا معينا وتأخذنا في جولات عبر الأزمان المختلفة، أما اليوم فإنها تخل بالآداب العامة وأخلاقيات المجتمع، وعليه لابد للجهات الرقابية أن تكون يقظة الأعين وترصد وتقيم الأعمال الفنية أولا ومراعاة خصائص جمهور المشاهدين ثانيا. نقابة الفنانين هي عليها لازم الكل بالكل، يعني أكثر من الإعلام، زين؟ لأن ما أصور هو العمل اللي ينطرح واللي يتألف هذا يروح لنقابة الفنانين، تمام لو لا؟ لازم توافق عليه يلا، لا هسه ما ياهل يجي على كل. وتلعب الدراما دورا محوريا في تكوين الصورة الذهنية وتشكيل الرأي العام والتأثير فيه، وعليه لابد من إيجاد رقابة على المحتوى والمضمون بالمادة الدرامية. أعمال درامية بمفاهيم هابطة لم تراعى القيم المجتمعية والمبادئ الإسلامية ولم تقرب الحقيقة من جهتها الأربعة، سلبيات كثيرة يضعها النقاد على طاولة النقد الفنية. علي حبيب، الأيام. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وهذه المضامين اللي ضمنها تقرير الزميل علي حبيب كان بضيوف الكرام الدور الكبير في إيضاح مفاصلها والإثراءات المهمة، وما طرحناه في بداية الحلقة من سؤال استطلاع لآراء حضراتكم وصلتنا الإجابات وكانت نسبها المئوية، بعد أن طرحنا عليكم هل تعتقد أن الدراما العراقية تسعى لتثبيت نفسها وتحاول ارتقاء شكلا ومضمونا؟ بنسبة 35% كانت الإجابات بنعم، و55% قالوا كلا، و10% تحفظوا على الإجابة. الشكر الجزيل لضيوفنا الكرام، وفي نوعد حضراتكم أنه في الأيام الأخيرة من الشهر المبارك أيضا نفتح نفس هذا الموضوع حتى نشوف ما طرحناه في هذه الحلقة وما وصلنا إليه من نتاج درامي وثقافي وإعلامي. الدكتور جابر الجابر الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة، شكرا جزيلا لحضرتك. لكم شكرا. الدكتور عقيل الكبير ورئيس رابطة نقاد المسرح، شكرا جزيلا للحرفية. شكرا كبير لحضرتك رائد وحبيبنا الأستاذ محمد حسين عبد الرحيم الممثل الرائد، والأستاذ حسين القاصد الدكتور حسين الإعلامي والكاتب، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات المعرفية والملاحظة لحظات المهمة. شكرا موصولا لكم مشاهدي الأحبة، نلقاكم على خير في جلسة رمضانية مقبلة في أمان الله.